خلينا نبتدي مع اخبار الاهلي اللي عنده ماتش بكره طبعا مهم جدا مع اسوان في مسيرته في بطوله الدوري، ثالث ماتشاته بعد ما بدات او ابتدى الموسم استؤنف مره ثانيه. الاهلي الحقيقه بيتدرب حاليا على ملعب التتش طبعا استعدادا لماتش بكره في الاسبوع ال20. بعد تمرينه النهارده بعد تمرين دلوقتي يعني هيدخل الفريق في معسكر مغلق عشان يبقى فيه طبعا حاله من التركيز عند اللعيبه قبل الماتش، لانها طبعا مباراه مهمه. لو اتكلمنا بحساب النقاط كل نقطه في مشوار بطوله الدوري او تساهم في حسم البطوله للنادي الاهلي فهي مهمه جدا، وان شاء الله اللقب يكون من نصيب النادي الاهلي في النهايه. نروح لمراسلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. مساء الخير. مساء النور لسارة، مساء النور يا أحمد، وكل التحية لكل مشاهدي برنامج السادسة، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. قول لنا كده فايلر كان مركز على إيه في التدريب النهاردة قبل مواجهة أسوان بكرة إن شاء الله؟ يعني ساره، قبل ما نتكلم ونتحدث عن تدريب النادي الاهلي المران الاخير النهارده قبل مواجهه فريق اسوان في الجوله ال20 للدوري الممتاز، في ثلاث نقاط ومش هزايد على الامور اللي قلتيها انت واحمد، ان النادي الاهلي دايما وابدا بيبقى فوق الجميع، يرحل من يرحل ويبقى من يبقى، ولكن يبقى النادي الاهلي هو الابقى. قبل ما نتكلم ايضا على المران، في ثلاث نقاط مهمه جدا هي حاله الفصل التام اللي بيفصلها مستر رينيه فايلر واللاعبين عن بقاء لاعبين او رحيل لاعبين. فايلر قال انا بتعامل مع الاوراق الموجوده في الفريق حاليا وده شغلي، ان الفريق هو النجم، فريق النادي الاهلي بقيمه ومكانه النادي الاهلي، انا شغلي مع اللعيبه الموجودين وتركيزي كله مع اللاعبين. ايضا النقطه الثانيه المهمه، قفلنا صفحه فريق مباراه الانتاج الحربي والتعادل الاخير، عندنا مرحله مهمه جدا مباراه اسوان. النقطه الثالثه اللي برضو حاله الفصل التام اللي مستر فايلر بيفصل فيها ما بين مباراه اسوان وعدم التطرق تماما للقاء الزمالك، كل التركيز على مباراه اسوان ولقاء اسوان اللي هيجمع ما بين الفريقين في الجوله ال20 غدا على القاهرة. بالنسبة لمران اليوم النهاردة نقدر نقول المران انطلق في تمام الساعة 5:30. قبل المران كان في محاضرة من مستر ريني فايلر مع اللاعبين، اتكلم على أبرز الأخطاء اللي كانت في اللقاء الأخير لقاء الإنتاج الحربي وإزاي هنعالجها في هذا اللقاء. من الممكن وبإذن الله أن اللقاء غدا أمام أسوان هيشهد مجموعة من التغييرات، سواء في المجموعة اللي بدأت اللقاء خاصة اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربي أو لقاء إنبي. أيضا مستر ريني فايلر اتفرج على لقاءات فريق اسوان اللي كان لعب اخر لقاءين منذ عوده النشاط مره اخرى، كانت تلقى الهزيمه من فريق المقاصه بهدفين مقابل هدف وتعادل في اخر لقاءاته مع فريق مصر بهدف لكل فريق. اتفرج مستر ريني فايلر على هذا على المباراتين وقدر انه يقف على نقاط القوه والضعف. وايضا من الامور اللي كان بيشيد بيها وبيتكلم فيها مستر ريني فايلر مع اللاعبين عدم الاستهانه بالخصم، فريق اسوان كانت مباراه الدور الاول كانت تنتهي بفوز النادي الاهلي ب5 أهداف مقابل هدف، ولكن عندنا مباراه مهمه، ثلاث نقاط مهمه النهارده زي ما قلت ليك يا ساره ولاحمد. المران انطلق في تمام الساعه 5:30. ابرز الامور اللي بيركز عليها مستر ريني فايلر في المران زي ما سالت يا ساره هي حاله التنويع شويه، هيبقى في تنويع خاصه في ادوار المربع الهجومي الثلاثه اللي بيلعبوا تحت راس الحربه، خاصه في ادوار بعض اللاعبين، ايضا ازاي ان انا استغل الكرات الثابته زي ما كلنا تابعت يا ساره وتابع احمد، ان معظم الفرق في اللقاءين الاخرانيين اخر لقاءين للنادي الاهلي بيلعب زون ديفنس ودفاع منطقه، ازاي نضرب التكتلات الدفاعيه. مستر ريني فايلر خصص النهارده فقره للتسديد من خارج ال 18 سواء من وضع الثبات او من وضع الحركه، ايضا التسليم والتسلم يكون من وضع الحركه، هيبقى في تنويع شويه ان انا ازاي اخترق الدفاعات الحصينه سواء لفريق اسوان، يعني زي ما شفنا اللقاءين الاخر اخر لقاءين الطرق الدفاعيه. ايضا من المحتمل ان فريق اسوان ايضا يلعب امام النادي الاهلي بطريقه دفاعيه، مستر ريني فايلر كان حريص ان هو ينوع شويه في ادوار الثلاث لاعبين اللي هيلعبوا تحت راس الحربه، يعني نقدر نقول يعني لم تحسب الامور في خط الهجوم، لكن هيبقى في تغيير شويه عن بعض التشكيل في اللقاء الاخير سواء لقاء الانتاج الحربي او لقاء انبي. زي ما قلنا ايضا سلاح الكرات الثابته وده من الاسلحه المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر كان حريص عليها النهارده، تصحيح الاخطاء اللي ظهرت طبعا زي ما شفناها في اللقاءين الاخر لقاءين، يعني اللي انا شايفه حاله من الجديه وحاله من التركيز بتفرض نفسها النهارده على المران، من خلالها نطمن كل جماهير النادي الاهلي، نطمنك يا احمد، نطمن نصارى على حاله فريق النادي الاهلي، التركيز ثم التركيز على المرحله القادمه مرحله مباراه اسوان، ثم بعد مباراه اسوان نبدا نتكلم على مباراه الزمالك. انا موجود معاك يا احمد، موجود معاك يا ساره، اي استفسار اي تساؤل
من داخل ملعب التتش. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلنا من داخل ملعب التتش. وبيتهيالي انه اكتر حاجه كانت بتميز مثلا في البدايات مستر فايلر مع في مشواره مع الاهلي هي فكره عدم الثبات على تشكيل معين. يعني صحيح كان بيشتغل على طريقه لعب معينه، لكن اقصد اقول كانت في مساحه دايما للتبديل والتوفيق بين اللعيبه وبينها وبعض. ده خلق حاله احنا حسيناها عند اللعيبه نفسها بانه الكل عنده رغبه في المشاركه، الكل عنده الحافز انه يبذل اقصى مجهود عنده في التمرينه عشان يطلع في تشكيله الماتشات الرسميه. وبيتهيالي انه ماتش اسوان مساحه بيتهيالي قدام نادي الاهلي، اعتقد انه مستر ريني فايلر ممكن يستغلها بشكل كبير جدا انه يدي فرصه لوجوه ثانيه احنا محتاجين الحقيقه، والفريق محتاج انه يدعم اللعيبه كلها بشكل كبير. واعتقد ماتش اسوان ممكن يكون فرصه كبيره ده.